بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف العاشر في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء. نستمر في دراسة معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم. درسنا في الحلقة السابقة المعادلة الأولى من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم، وعرفنا زمن الإيقاف أو زمن التوقف. وكانت المعادلة الأولى من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم كانت على هذا الشكل: الـV تساوي السرعة الابتدائية زائد العجلة مضروبة في الزمن. أما المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم راح تربط المسافة مع السرعة الابتدائية والزمن والعجلة. عرفنا أن إذا تحركت سيارة على خط مستقيم بعجلة منتظمة قيمتها A بسرعة ابتدائية، السرعة الابتدائية رمزها V نود، وبعد فترة زمنية T بلغت سرعتها النهائية V وكانت قد قطعت مسافة D، فإننا يمكن إيجاد العلاقة بين هذه الكميات لإيجاد معادلة تسمى المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام. أن المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام التي تربط بين الإزاحة والزمن والعجلة، الدي سوف تكون على هذا الشكل: أن الدي تساوي السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن زائد نصف مضروبة في العجلة في تي تربيع. طيب، هذه الرموز التي تظهر أمامكم على المعادلة الثانية أن الدي تمثل المسافة، ووحدة قياس المسافة، الوحدة الدولية لقياس المسافة هي المتر، والفي نود هي السرعة الابتدائية، ووحدة الدولية لقياس السرعة الابتدائية هي متر لكل سكن. الأي هي قيمة العجلة، وعرفنا أن الوحدة الدولية لقياس العجلة متر لكل سكن تربيع. التي تمثل الزمن، وعرفنا أن الوحدة الدولية لقياس الزمن هي السكند الثانية. طيب، ملاحظات مهمة على المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم، أن إذا بدأ جسم حركته من السكون فإن السرعة الابتدائية تساوي صفر، كما عرفنا في الحلقة السابقة أن إذا بدأ جسم حركته من السكون، جسم ساكن ما راح يكون متحرك، فإن السرعة الابتدائية تساوي صفر، فراح يكون شكل المعادلة على هذا الشكل: بعد حذف السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن راح تكون الدي تساوي نصف اي تي تربيع. الدي تساوي نصف اي تي تربيع. أكمل العبارات التالية بما يناسبها. العبارات التالية بما يناسبها راح ناخذها على الملاحظات اللي درسناها على المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم. في هذا الشكل اللي أمامكم على الشاشة العلاقة بين الدي مع التي تربيع، نلاحظ أن الدي الإزاحة على محور الصادات، والتي تربيع على محور السينات. ميل الخط المستقيم كما عرفنا أعزائي الطلاب في الرياضيات فرق الصادات على فرق السينات. إذا أخذنا هذا الشكل فرق الصادات على فرق السينات راح يكون أن في الشكل المقابل ميل الخط المستقيم يساوي العجلة، يساوي العجلة، وتكون قيمة الدي تساوي نصف A تي تربيع، لأن بدينا الحركة من الصفر، بدينا الحركة من السكون، فقيمة السرعة الابتدائية تساوي صفر. طيب، ملاحظة هامة اثنين: عندما يكون مقدار العجلة يساوي صفر، أي أن ما عندي تغير في قيمة السرعة، واضحة أمامكم على الشاشة المعادلة الثانية: الدي تساوي السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن زائد نصف اي تي تربيع. إذا كان شق النصف اي تي تربيع يساوي صفر، فتكون المعادلة الثانية في هذا الشكل: السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن. عندي مثال راح ناخذه على المعادلة، تطبيق على المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم. المثال يقول: قطار يتحرك بسرعة 50 متر لكل سكند بعجلة منتظمة سالبة 4 متر لكل سكند. احسب الزمن اللازم لتوقف القطار عند استخدام الفرامل. نركز أعزائي الطلاب، درسنا في الحلقة السابقة زمن التوقف التي تساوي السرعة
على قيمة العجلة تساوي 50 تقسيم 4 تساوي 12.5 سكن. ونعرف أن أعزائي الطلاب لا يوجد زمن بالسالب، لذلك استبعدنا إشارة السالب. المطلوب الثاني المسافة التي يقطعها القطار حتى يتوقف، الدي تساوي السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن زائد نصف اي تي تربيع. راح تكون قيمة الدي تساوي 50 ضرب 12.5 قيمة السرعة الابتدائية زائد نصف مضروبة في سالب 4 قيمة العجلة مضروبة في 12.5 تربيع، راح يكون الناتج الدي 312.5 متر. طيب، لدي مثال آخر. سيارة تتحرك بسرعة 90 كيلومتر لكل ساعة. ضغط قائدها على دواسة الفرامل بحيث تناقصت سرعة السيارة بمعدل ثابت حتى توقفت بعد مرور 5 ثواني. احسب ما يلي: عجلة حركة السيارة أثناء تناقص السرعة. راح تكون قيمة السرعة بعد أن نحول قيمة 90 متر لكل ساعة إلى متر لكل سكند، تكون 90 ضرب 1000 مقسومة على 3600، نحول السرعة إلى الوحدة الدولية لقياس السرعة، فتكون قيمة 90 كيلو متر لكل ساعة تساوي 25 متر لكل ثانية. طيب، قيمة الـ A نعرف أن الـ A تساوي التغير في السرعة على الزمن، السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على T، راح تكون قيمة الـ A تساوي 0 ناقص 25 متر لكل سكند تقسيم 5 يساوي سالب 5 متر لكل سكند تربيع. 2، إزاحة السيارة حتى توقفت عن حركتها. راح تكون حل هذا المطلوب راح يكون من خلال المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعدلة بانتظام في خط مستقيم. الدي تساوي السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن زائد نصف اي تي تربيع، فراح تكون قيمة الدي 25 ضرب 5 زائد نصف مضروبة في سالب 5 قيمة العجلة سالبة لأنها تناقصت ضرب 5 تربيع، راح يكون الناتج 62.5 متر قيمة الإزاحة. طيب، المعادلة الثالثة من معادلات الحركة المعجلة. المعادلة الثالثة راح تكون على هذا الشكل: السرعة النهائية تربيع تساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد 2 مضروب في العجلة مضروبة في قيمة المسافة هي الدي. الرموز: عندي الفي تمثل السرعة النهائية ووحدة قياسها متر لكل سكند، الفي نود هي السرعة الابتدائية ووحدة قياسها متر لكل سكند، الاي سمول هي عبارة عن قيمة العجلة ووحدة قياسها متر لكل سكند تربيع، أما الدي هي المسافة ووحدة قياسها المتر. ملاحظات هامة على هذه المعادلة، المعادلة الثالثة: يقال أن إذا بدأ جسم حركته من السكون فإن السرعة الابتدائية تساوي صفر، فإن شكل المعادلة راح يكون أن الفي تربيع تساوي 2A مضروبة في الدي، راح نستبعد جزء السرعة الابتدائية. طيب، أكمل العبارات التالية بما يناسبها: عندما يتحرك الجسم من السكون بعجلة منتظمة فإن المسافة المقطوعة تتناسب تناسبا طرديا مع مربع السرعة النهائية. نركز على هذا السؤال أعزائي الطلاب: عندما يتحرك الجسم من السكون أي أن سرعته الابتدائية تساوي صفر، نضع شكل المعادلة الثالثة، راح تكون السرعة النهائية تربيع تساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد 2AT. نستبعد السرعة الابتدائية لأنها قيمتها تساوي صفر، فإن المسافة المقطوعة راح تتناسب تناسبا طرديا مع مربع السرعة النهائية عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة. عندي مثال: سيارة تتحرك متسارعة بانتظام من السكون في خط مستقيم فأصبحت سرعتها 30 متر لكل سكن بعد مرور دقيقة واحدة على بدء الحركة. احسب عجلة التسارع للسيارة. نخرج هذه المعطيات من خلال هذا المثال: سيارة تتحرك متسارعة بانتظام أي أنها عجلة متسارعة موجبة من السكون، يعني السرعة الابتدائية تساوي صفر في خط مستقيم، فأصبحت سرعتها 30 متر لكل سكند هي قيمة السرعة النهائية بعد مرور دقيقة واحدة. نحول الزمن من دقيقة إلى ثانية، الدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية على بدء الحركة،
نحسب عجلة التسارع الـ A تساوي التقير في السرعة على الزمن الـ V ناقص V نود على T، راح تكون قيمة الـ A 30 ناقص 0 على 60 راح تساوي نصف متر لكل سكند تربيع. طيب المسافة التي قطعتها السيارة خلال هذه الفترة الزمنية من خلال المعادلة الثانية عرفنا أن D تساوي السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن، راح يكون عندي هنا قيمة العجلة موجبة زائد نصف AT تربيع، استبعدنا قيمة السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن، راح يكون شكل المعادلة أن D تساوي نصف AT تربيع. بالتعويض راح يكون نصف مضروب في نصف مضروب في 60 تربيع، راح يكون قيمة المسافة التي قطعتها السيارة خلال دقيقة راح تكون 900 متر إذا كانت هذه السيارة تتحرك بعجلة منتظمة حتى وصلت إلى سرعة 30 متر لكل سكند. إلى هنا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية الحلقة، الحلقة التي تناولنا فيها المعادلة الثالثة من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم والمعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم، وعرفنا أن المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم كانت تساوي D تساوي السرعة الابتدائية مضروبة في الزمن زائد نصف AT تربيع، وعرفنا بعض الملاحظات على المعادلة الثانية من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم إذا كانت السرعة الابتدائية تساوي صفر أي أن الجسم يتحرك من السكون راح يكون شكل D تساوي نصف AT تربيع. وكذلك في المعادلة الثالثة من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم أن مربع السرعة النهائية يساوي مربع السرعة الابتدائية زائد 2A مضروبة في المسافة، وعرفنا أن ملاحظات مهمة عليها، قلنا إذا كان الجسم يتحرك بسرعة ابتدائية كانت تساوي صفر أي من السكون يكون شكل المعادلة الثالثة من معادلات الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم أن الـ V تربيع تساوي 2A في D. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح وإلى لقاء قريب بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.